رسول الله خير العالمين ابن عبد الله ذي العز المصير ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان يا له من نسب للمصطفى قد علا مدى الثريا شرف في ليلة زفتنا يا هلا بكل أحبتنا في ليلة زفتنا يا هلا بكل أحبتنا حضوركم بيننا يسعدنا ويزيد من فرحتنا ونشكر كل من يشاركنا ويلبي الليل دعوتنا شمس التهاني أشرقت أنوارها ونسيم روضات المدينة فاح فإذا الليالي تكرمت بحضوركم تم السرور وتمت الأفراح حضرات السادة الأفاضل أسعد الله مساءكم وأدام الله الفرح في دياركم فرحاً وحباً وابتهاجاً بأفراح آل عبد الكريم الكرام جئنا وإياكم لحضور حفل زفاف عريس الغندور السيد زين العابدين نجل الشهيد صلاح عبد الكريم وذلك في يوم الخميس المصادف 25/4/2024 يحيي لكم هذا الحفل الديني الساهر فرقة سراج الدين للإنشاد الديني لطالما عرفت بإنشادها ومديحها العراقي بصوت المداح أبو أمل الفرات أيضا كما عرفت بموشحاتها وقدودها الحلبية بصوت المنشد أحمد زهير زكور أيضا كل الشكر إلى راعي وعريف هذا الحفل الكريم السيد مصطفى عبد الكريم أيضاً أنتم مع مؤسسة الأسعد بإدارة السيد عمر غرير يقام هذا الحفل في صالة دريملاند بإدارة السيد أنور جبارة أيضاً بإدارة السيد محمد قرطة ينقل لنا وقائع هذا الحفل استوديو الباشا بإدارة السيد أحمد الباشا
أيضا كل الشكر إلى ملوك الساحل السيد نمر النمر، أيضا السيد نور عزيزي، أيضا السيد محمد حزواني، أيضا السيد محمد حزواني أبو عمار، أيضا السيد عبد العادل، والسيد رائد شوبك إلهم أجمل تحية مع مليون سلام. بالنيابة عن العريس وآل عبد الكريم الكرام نرحب بكافة الضيوف وكافة المعازيم. العين دين
بتقلبك
الله يا صاحب القبة الخضرة الله الله هل علينا بالنظرة الله الله هز الهلال يا أبا الزغرة واعطي لكل محب منى المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا ما زغرا المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما No. روح قلبي
للحكاية. صلوا على الحبيب. اليوم ركبن بالبحر ما مال اهدي ابو قلبه طول العمر ما مال. اليوم ركبن بالبحر ما مال اهدي ابو قلبه طول العمر ما مال. يا به اليوم ركبن بالبحر ما مال اهدي ابو قلبه طول العمر ما مال ما مال. واحنا قصبينا قصبينا الزمان بكثر ما مال. وخلانا دحايج للجناب لح حبيبي يا 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 ابا يا يا ابا يا يا ابا يا يا ابا لحبيبي يا ابا. يا با سقاني الدهر عقب الشهد خلى بدليل وبياض العين يا الحبيبي يا 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 با والله خلى خلى يا يا با خلى يا لايم يا لايم يا لايم يا لايم يا لايم لا تلوم القلب خلا حزين وصاح بالفرقة يا 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 با. صلى لمحمد وزين زين مكهول العين والهدنة صلى عليه. ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة مدري الدمع من العين مدري السما المطارة. وينك ما إلك عنوان واسمك ذاعت أخبارة. البحر لو يبعدك عني يلعري الزين أسوى القلب عبارة. يا بالبحر لو يبعدك عني أسوى القلب. يا عين Yeah.
الحسن والحسن والآل عشريتهم وهل الكرم والعزيم يا زين عشريتهم يا ربي داخل عليك وبجاه شبيتهم اغفر يا باري ذنوبي وصلي حني في جروح غربة ومحنة.
باكل أمي وسوري يحس ويا النفاس تجري بدمي. نظراته فنان ليا سدت الهشيم
الخطوب يشرع هم راسي واللي حداهم جبايل مشاهجين راسي Yeah.
فأجابني قاضي الغرام
فجابني قاضي الغرام فجابني قاضي الغرام فجابني قاضي الغرام فجابني فجابني قاضي الغرام وقال لي يا فتى كم من قتيل قد مات قهرا في الهوى أنا قاضي العشق أنا قاضي العشق والعشق قاتلي وقاضي قضاة العشق وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يبقى لي قصة حيرت جبرانها مع ما يبحر ما تنوصف أعماقها مع مي يبقى لي قصة حيرت جبرانها مع مي وبحور وبحور ما تنوصف أعماقها مع ماي واصبحت واصبحت شبه المعري واصبحت شبه المعري نظري مع ماي يا يبلي قصة حيرت جبرانها مع ماي وبحور ما تنوصف أعماقها مع ماي واصبحت شبه المعري ناظري مع ماي غابت عيوني غابت عيوني وما عاد لي نفع منها يا يابا غابت عيوني وما عاد لي نفع منها إلا بصائر من الرحمة يابا لي منها كم عين أصحابها ما لا نفع منها وش تنفع العين إن كان القلب مع ماي يا باي أوه